منتخب مصر للريشه الطايره حقق 4 ميداليات في بطوله بنين الدوليه واللي اتلعبت من ايام، وكانوا ميداليه فضيه و3 ميداليات برونز. فهنلاقي هاديه حسني حققت الميداليه البرونزيه في الفردي، وكمان قدرت مع زميلتها ضحى هاني في الفوز بالميداليه البرونزيه في الزوجي. كمان حققت هاديه مع زميلها احمد صلاح الميداليه البرونزيه في الزوجي المختلط، وفي نفس المسابقه كانت اخر ميداليه لمصر واللي حققها الزوجي ضحى هاني مع زميلها ادهم حاتم. الريشه الطايره بتحقق نتائج كويسه جدا في الفتره اللي فاتت، واتحاد اللعبه برئاسه هشام التهامي حاطط امل على تاهل كذا لاعب من لاعبينا للاولمبياد اللي جايه ان شاء الله.